زين هسه نريد نرسم هذا الشكل بغض النظر عن السكيل مالته او هو شنو السكيل مالته ما علينا هسه بالسكيل احنا ما يهمنا هسه موضوع السكيل اريد نرسم على الصوره نفسها الموجوده اوكي فانا اجي هذا الشكل مكون من شنو مكون من هذا الشكل هسه اذا واحد منكم يقول لي شنو مميزات هذا الشكل اقدر ارسمه بصوره سهله شنو الميزه اللي بالدوار التناوب اوكي او دوار هو نفس الشيء التناوب فعندك شنو هسه هذا اذا نقسمه هيك ونقسمه هيك شو يصير هذا الجزء هو نفسه هذا اوكي هذول اثنينهم هم نفسهم هذا الشكل اوكي بحيث احنا لو بس نرسم هذا بس نقسمه بالنص الشكل نسوي له زائد عشوائيه ونرسم بس هذا القوس ونرسم هذا القوس ونجي نرسم هاي الدائره وهاي الدائره اوكي وصار عندنا هذا المحور نشر هذا كله طريقه التنشر مالتنا ونقول له ميرر لهذا الجهه فراح يجي هذا بعدين نشر دول اثنينهم ونقول له ميرر على هذا المحور اللي منها راح يجي هذا فنرسمها كلها بدون ما نرجع نرسم دائره ونرسم دائره هاي ونرسم هاي الدائره الثالثه الموجوده هنا وبعدين نترم الزايد اوكي بعد ما نوصل المراكز مالتها هاي اللي هي بالسناتر هاي الطريقه الثانيه ونحط الدوائر بالسناتر اللي راح تطلع منها فاكو طريقه انه واحد يقول لا انا بدي ارسم دائره راح ارسم هاي الدائره يرسم هاي الدائره الثانيه ويرسم هاي الدائره الثالثه كملهم بعدين يجي هنا يجر خط بهذا الاتجاه يجر خط بهذا الاتجاه من السنتر يجر خط بهذا الاتجاه يجر خط بهذا الاتجاه هذا الاتجاه هذا الاتجاه هذا الاتجاه وهذا الاتجاه فعلى السنتر نفسه فيجي 100% بعدين يجر خط بهذا الاتجاه فيرسم دائره يرسم دائره بعدين يسوي ترن راح يصير قطعات ويا هذا الخط فهي الدائره اللي كانت هنا الثانيه راح يمسح منها هذا وهذا 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 فصير بس هذا 100 اوكي وكمل بس شنو الخط عملية وين اذا بس رسم هذا وهذا وسوالف من العراق فلهذا راح ناخذ هذا كانه احنا لا كل لاين عادي ودوائر وراح يصير به تطبيق امر للمرأة هسه خلينا نطبق هسه نجي لل هسه خلينا ناخذ بولي لاين نجي نرسم نغير اللون راح اخذ احمر حتى يبين عندي منها واقول له اي انتر دي انتر واطفي الاورثو واشغل هاي منها لهنا اقول له لاين هذا منها لهنا اي انتر دي انتر اجي منها لهنا لاين ال انتر انا باقي كله جاي ارسم شنو بولي لاين صح؟ اي انتر دي انتر واجي ادوس منها واسحب لهاي النقطة اوكي؟ بس الرسم عندي هذا الخط اجي اسوي له ادوس منها واسحب لهاي النقطة اجي بعدين هذا الخط الثاني اللي هنا على مود يطلع 100% مضبوط شو اسوي؟ اقسم اول مرة الزايد مالتي هاي باللاين راح اقسم الزايد اسوي هاي الزايد الاولى والزايد الثانية هاي اللي هي راح اخذها من الرسمة مالتي من خطي اللي رسمته واطلع بهذا الاتجاه هذا هسه الخط اريد اطوله شوية زايد فادوس على النقطة هاي الزرقاء شوفون هاي الزرقاء راح ادوس عليها وانا هي هاي راح ادوس عليها تصير حمراء اسحبها بالماوس عادي وانطر مرة ثانية بالزر الايسر طالت هسه نفس الشيء هاي النقطة اجي هم اشرها وانقر على هاي النقطة واسحبها بهذا الاتجاه اوكي كملت اجي من جديد شو اسوي سي انتر اللي هي دائره او سيركل منها واجي احدد منها لهنا اوكي صارت عندي دائره واضح هسه انا بس اريد هذا القوس اذن البقيه ما اريدهم شو اقول له ترم تي ار انتر انتر امسح هذا امسح هذا امسح هذا صار عندي هذا القوس مضبوط وهذا القوس اللي فوق اجي هاي الدائره هاي الدائرة اما اريد ارسمها سنتر او اريد ارسمها تو بوينت خلينا نرسمها سنتر هسه فنقول له سي انتر اللي هي الدائرة هذا سنترها واسحب لهنا اوكي صارت هاي الدائرة مضبوط هسه على مود نفس الدائرة اجيبها لهنا نفس الدائرة نعم اي حتى اجيب نفس الدائرة بالضبط ما اريد اسويها سي انتر فاسوي كوبي نسخ
فاما انه اخذ نسخ من هنا، هاي شوفون نسخ، هذا الامر كوبي. اذا اخذت كوبي من هنا دست كوبي، اجي وين؟ على مركز الدائره. شوفوا جيت بالماوس على مركز الدائره، انقر على مركز الدائره بعد من بعد ما دست على امر الكوبي، مركز الشيء اللي اريد اسوي له نسخه منه. فدست على امر الكوبي، اجيت على مركز الدائره او على الشكل، لان هو دائره فنحن نجي على مركزها، اشرناها للدائره، رحنا على كوبي، اجينا بعدين شنو على مركزها. مرات المركز ما يطلع، فشو نسوي؟ نجي بالماوس مالتنا بالمؤشر على المحيط، فشنو يطلع عندنا المركز. شوفوا طلع، هذا انت جزء ما وضعتكم بدال شو، بس واضح هذا بالشاشه. فرحنا انقر على هذا المركز، هسه صار عندي النسخه ذيك بقت، بس صار عندي نسخه ثانيه، تشوفوها وياي ويا الماوس. اطفي الاورثو على مود انقلها بالمكان اللي اريده، اجي بحيث الصليب هو هذا علامه الزائد مال الماوس، اجيبها بالنقطه هاي النص، اجيبها اوصل بيها، انقر بالزر الايسر. هسه صارت الدائره صح؟ صارت الدائره، بس بقت اكو دوار، اقدر اخذ دوار لغير مكان بعد. اذا شنو؟ كوبي مالتي كوبي هذا، معناه مستمر. فانا على مود اطلع من الامر اخذت نسخه اللي اريدها بعد ما احتاجها، اقول له سكيب اطلع منه. واضح؟ هسه صار عندنا دائره هنا ودائره هنا، مضبوط؟ هسه صار عندنا هذا اللاين، صار عندنا كل اللاينات هذين اللي احنا نحتاجهم. هسه شو نسوي؟ هذا هسه شوف ليش ما استخدمت العلامه الخضراء منها، الاشاره دست بالزر الايسر وسحبت ودست بعدين ورا ما احتويت ذولا الاشكال مالتي احتويتهم ودست هنا، ليش ما اخترت هاي؟ ليش؟ ليش راح اختار هاي اللي هي منها واسحب هيج؟ شوف ايش صار، بس المحتوي. شوفوا هسه الزرقاء فادتنا النافذه احسن من الخضراء، لو الخضراء جاي يعني دايس هنا وساحب وجاي هيجي، فتشر ويا الخطوط، انا ما اريد الخطوط يتشرون، بس الشكل هذا اللي يعني اريد اكرره. فشو اسوي؟ ادوس العلامه الزرقاء، معناها الجهه الزرقاء منها واحد، اشرتهم كلهم. واضح؟ هسه عندي شنو؟ التقاطعات ذني، هذني محور التناظر، راح اسوي عليه التناظر. اوكي؟ راح اسوي عليه التناظر. ايش راح اقول له؟ ميرور. الميرر هسه انا مأشرهم لاجل تطبيق امر الميرر، شو نسوي؟ نؤشر الشكل الذي نريد ان نعمل له تناظر، ثم ننقر على امر الميرر اللي هو هذا. شوفوا اللي بصف كوبي. واضح؟ ننقر عليه او نقول له شنو؟ ام اي انتر. شوفوا كوبي قبل شويه قلت لكم ننقر على، نؤشر على الشكل ثم ننقر على كوبي. اوكي؟ او سي او سبيس الكوبي، سي او سبيس اللي يسجلها عند المختصر، سي او سبيس هذا كوبي. اما الميرر ام اي انتر ميرر، او ادوس على امر الميرر بعد تاشير الشكل. فشو تصير العمليه؟ نؤشر الشكل المطلوب ثم ننقر على الامر. اوكي؟ ثم نحدد محور الدوران. اوكي؟ محور دوران الشكل، معناه اللي هو التناظر راح يصير الشكل، محور التناظر مالته. فانا من راح اسوي تناظر لهذا الشكل، هذا الشكل اريد اقلبه هنا، اوكي؟ بحيث يصير كامل. وين محور الدوران مالتي؟ المحور هذا، المحور مالت الميرا هذا، صح؟ يعني العمودي، العمود هذا يجي كانه انا جاي افتح كتاب. اوكي؟ في المحور مالته هو هاي المنطقه المنتصف. فهسه ايش راح اسوي؟ راح احدد، هسه اشرت الشكل، حددت الامر ميرور، ثم اجي احدد محور الدوران. شلون احدد نقطتي محور الدوران؟ انقر نقطه فوق ونقطه جوا، وانا مشغل اللوحه، مو الا نقطه بدايه ونهايه المحور، مو مشكله. المهم على المحور، نقطتين، حتى لو على الشكل هنا وهنا، اوكي؟ اشرهم، راح يقلب هذا الشكل هنا. اوكي؟ من راح يقلبه؟ راح يقلبه بترابط. وش يطلب منك؟ يقول لك هل تريد تحتفظ بالاصل؟ لو تريد بعد يبقى الاصل بالمناظرة اليه، لو تريد تحدث الاصل. مرات احنا نريد نسوي ميرر باك، نريد ننقلبه، بس ما نريد نحتفظ بالاصل معه، نريد ننفره، اذا الباب ينفتح على اليمين، اريد هو نفس الرسمه يصير الباب ينفتح على اليسار. فانا نسوي له ميرر، على شنو نحتفظ بالاولى؟ فاما اذا قلت له هل تريد تحذفه؟ اقول له يس انت، راح يحذف لها البقيه هذه، ان انت يبقي بقيه يوم اثنين، الاصل ولا اثنين؟ الاصل والمناظره. هسه راح نجيب
ندوس نقطة أولى وليكن على الشكل هنا، ونقطة ثانية وليكن هنا، كيفنا؟ أوكي؟ شوف هسه طلع الشكل الثاني صح لو غلط؟ طلع. بس أنا لو ما مشغل الأورثو، لو ما مشغل الأورثو هسه مثلا أنا هسه مطفي الأورثو، إذا شغل الأورثو 100% تناظر فت، أوكي؟ أدوس حتى لو لا تلقاي النقطة الثانية، لأن ما دام هو أورثو ف 100% استقامة. حددت النقطة الأولى، نزلت جوا أو صعدت فوق، كيفي؟ أوكي؟ فهو راح يعطيني تناظر. شدوس أدوس. إيش راح يسألني جوا؟ ميرر ريز سورس أوبجكتس، معناه تريد تمسح الأشكال الأصلية؟ يقول لك يس أور نو. إذا تقول له يس راح يمسح هذا ويبقي لك منه هذا بس. شو أقول له؟ نو. أما أقول له أن إنتر أو أدوس نو من جوا. أوكي؟ أما أن إنتر أو أدوس نو من جوا. إيش راح يبقي لي؟ خلاص اللي أمر كل شيء كمل، سوالي ميرر منه نسخة ثانية بدون أي ما يحذف شيء، بالعكس سواهم اثنينهم. واضحة؟ هسه خلينا نعيد العملية من جديد، لأن راح نعيدها هسه بالجوا لتطبيق الميرر. أوكي؟ إيش راح نسوي؟ إحنا هسه شو نريد نسوي ميرر المن؟ الدول اثنين ما كله. أولاً نؤشر الشكل المراد شنو عمل التناظر الأول اللي هو هذا، عن طريق منه ناخذ اللي هي من اليسرى لليمين. أوكي؟ راح ندوس بالزر الأيسر، نرفع يدنا من الماوس من الزر الأيسر، بس نحرك الماوس بحيث يصير ناخذ الزرقاء على قد الشكل، تحتوي الشكل. بعدين هنا ندوس مرة ثانية، إيش راح يصير؟ يتحدد الشكل. تحدد هذا. أجي بعدين أشرت الشكل، ثم ننقر على أمر ميرر أو ننقر أم أي زائد، ثم وراها نحدد محور الدوران. الأورث شغال، نجي نحدد النقطة الأولى مثلا على الشكل، أو حتى لو ما على الشكل، حتى لو من هنا لهنا كيف، أو هنا هنا، أو حتى لو هنا هنا مو هو راح يقلبها، فراح أجي مثلا أحدد النقطة هاي وهاي، فأجي أنقر هنا وأنقر مرة ثانية هنا. إيش راح يصير فيه؟ يبقى يلقى هنا. إيش راح أقول له؟ أنا بدي أحتفظ بالأصلي، أقول له أنزع بس شلون يكون قاعد النقاط؟ تطبيق أمر التناظر ميرور. اولا نحدد الشكل المطلوب عمل تناظر له. اثنين شلون راح نحدد الشكل المتناظر له؟ اثنين باستخدام النافذة اللي هي من اليسار إلى اليمين، نافذة زرقاء، وذلك لضمان تحديد الشكل فقط وعدم تحديد الأشكال الأخرى الغير مرغوب بها اللي ما نريد نسوي لها تناظر. ثلاثة ننقر على امر ميرر، هذا الشكل اللي هو مثلث قائم زاويه، محور عمودي مثلث قائم زاويه، هذا الشكل من اوامر موديفاي او من المختصرات ام اي زائد انتر او سبيس. M I سوية زاد انتر او سبيس. ثلاثة أربعة العفو نحدد محور التناظر، نحدد محور التناظر، والمقصود بمحور التناظر هو نقطتين باتجاه معين وهو الاتجاه المرغوب المطلوب العفو لعمل هذا التناظر، سواء كان افقيا او عموديا او زاويه معينه.
وحسب الشكل المراد رسمه. سنلاحظ انه تم عمل نسخة افتراضية متناظرة لنفس الشكل على نفس المحور معاكسة له بالاتجاه. نسخة متناظرة افتراضية من الشكل على نفس المحور معاكسة للشكل الأصلي بالاتجاه. معناه بالمقلوب. اوكي. 6 يسألنا البرنامج هل تريد الاحتفاظ بالنسخة الأصلية التي عملت لها تناظر المصدر سورس؟ فراح نجاوبه أما نعم فيتم حذف النسخة الأصلية وبقاء الشكل المتناظر فقط. مسح النسخة الأصلية وبقاء شكل المتناظر فقط. إذا نعم يس. وإذا نو سيتم إبقاء النسختين الأولى والثانية الأصلية والمتناظرة لها وهو المطلوب في أغلب الأحوال. اليس والنو أما نختارها من الكومان تايب هنا هي كومان بانر هنا وندوس على يس او نو الموجود ندوس عليه بزر ليزر او نقول له واي انتر يس نو ان انتر نو اوكي واي سبيس او واي انتر او ان انتر او ان سبيس. هسه راح انا اطبقها بالنافذه هذه يمنى يسرى يمنى أشرت الشكل كله صح؟ راح أقول له شنو؟ ميرر دست ميرر أنقر أروح أزوم منها أنقر على المحور نفسه هذا اللي كنت بيه وين النقطة هاي مالتي مال القوس نهايته والأورثو شغال أروح بهذا الاتجاه حتى لو أنا خارج الرسمة حتى تكون واضحة عندكم مو إلا على الرسمة. طلعت أنا هنا دست هنا أوكي طلعت لي يس أور نو شقل له نو شنو صار؟ رسم الشكل بالكامل لو لا؟ كامل. هسه شو اسوي؟ احذف المحور الاول خلنا ناخذ نسخه منه للشكل. شلون نسخه؟ كوبي راح اشر الشكل بالكامل هو الصوره اوكي بعدين راح اخذ كوبي امر الكوبي هذا ادوس عليه اجي احدد نقطه على الشكل وليكن على الصوره انقر بزر اليسار اسحب وانقر مره ثانيه بزر اليسار اقول له اسكيب صارت لي نسختين صح؟ هاي النسخة هي والصورة وهاي النسخة شنو؟ راح احذف الصورة اشرها واحذفها واحذف هذا الخط واحذف هذا الخط صار عندي هذا الشكل. اشر هذا الشكل بالكامل باي نافذة تعجبني لان اريده كله واجي هنا احدد له لون معين وليكن اللون الاصفر حتى يكون عندكم واضح واقول اسكيب اوكي كمل الشكل بالكامل نفسه بالضبط كما هو في الصورة. حتى اذا هسه راح اشر بس الصورة شوفوا اشرت الصوره انا هسه مو الرسمه كلها شنو جيت بس على الصوره اشرتها شويه سويت لي نافذه صغيره هنا شوفوا على قد الصوره على قد شويه حافه من الصوره لان هو هاي النافذه الخضراء لو جزء ياخذها اشرته اقول له سي او انتر ما راح اخذ على كوبي نفس الشيء المختصر سي او انتر ادوس واسحب الصوره بهذا الاتجاه مثلا وانقر وسكيب. هسه صارت هاي الصوره وحدها وهاي الرسمه وحدها وهاي الصوره والرسمه مضبوط اي هسه عندك هذا الشكل هو نفسه هو هذا اللي احنا رسمناه 100% لو لا 100%. مرات شوفون الشكل باو هاي شغله تدخلها كلش همزين طلعت عندنا مشكله ولو هي هاي نطيح شوف هذا القوس شوفونه مكسور كانه مضبوط او احتمال هاي دائره تطلع مكسوره او يوم الايام طلعت الرسمه كانه هي دوائر بس هي صارت كانها مضلعات 6 كسرات فعلى مود تصحح هاي العمليه شو تقول له؟ ار اي انتر اوكي؟ ار اي انتر هاي صلحت عندي هسه العفو هذا ار اي انتر تصلح بس هنا بالليل مكبوسه هاي هنا صلحت ار اي انتر اوكي؟ شو صار فيها؟ تصلح رسمه
ريفرنس يعني شلون ركبتك هذه السورس مالك الاصل مالك وخلاص بروح اي ركبتك هذه اللي هي اصل هي ريفرنس والريفرنس شو اسمه؟ او ريفرنس بالضبط ها؟ لا لا عادي عادي بدون رسم بس بالار اي انت شو يصير هو؟ ركبتك هي الاساسيات دائره ترجع دائره او ترجع دائره مرات هو يكبس البرنامج فمرات ناس تقول ريفرنس وناس تقول ريفرنس انا ريفرنس المصدر مالك الاصل تبدل سواء هي مرجعها او هي ريفرنس نفسها ار اي انت فشنو راح يحدد الاقواس؟ هاي الاقواس كلها تتحدد كلام اقواس طبيعيه بس حتى لو هي مكسره شوف الرسم مالك مكسره الدائره مكسره هي بالطباعة تطلع دائره كامله ترى ما تطلع مكسره حتى التعديل بدون ريفرنس؟ حتى لو بدون ريفرنس بس انت على بال انت ما تتخبط عندك لان هنا الشغله لان اذا هذا القوس طلع مكسور بمكسر ممكن هذا اللاين يدفع كانه هو ما ركب وياه كانه مفصول عنه يقول شنو صار بالرسمه؟ كل رأي انت وخلص من العمليه اوكي؟ مرات انت ما تريد كل يوم كل ساعه تقول له اري انتر يجوز كل ما تسوون هم يكسر اري انتر مو هاي قضيه انا كل ساعه اقول اري انتر شو تقول له؟ تقول له او بي اوبشن اوكي انتر اوبشن اوكي تدخل على اوبشن منو؟ الاوتوكاد تروح على منو؟ على ديسبلاي شوفونا هاي قلت له او بي على ما تدخل على الاوبشن راح تعد ديسبلاي هاي اوبشنات البرنامج الثابته عندي شوفوا هو ايش حاط للسيجمنت اوف بولي لاين كيربس حاط 8 معناه ممكن اذا رسمت انت قوس بالبولي لاين يقسم الى 8 سيجمنتات معناه 8 قطع مستقيم فممكن يطلع كانه مظلة اوكي اذا كان قوس كبير كانه يطلع مظلة اذا كان كلش قوسك كبير مثل الرسم ما عندك رسومات كلش كبيره وبها اقواس وايد تطلع كانه بها مقسمه الى 8 اقسام فانت هاي الثمانية زيتها شقد بمقدار شقد واني قبل اذكر من كان الاوتوكاد اول ما نزل كنا نسويها هنا انا اقول يلا سويها فد 500 اوكي سويها فد 200 اوكي شنو المشكله حتطلع الدائره 100% مضبوطه المشكله شنو تواجهك اذا زيت القيمه كلش هواي وليش اصلا لو كانت حاطه 8 حاطه هاي 4 حاطه هاي نص هاي حاطه 1000 ليش؟ حاط لك هاي القيم على مود رسمتك كل ما رسمت اكثر ما صار ثقيله على البرنامج ثقيله معنى الرسمه تكون من ترسم انت وهاي تحس من تزوم بالقوه تجي الرسمه صار ثقيل البرنامج صار ثقيل الحاسبه تقوم تون البروسيسور مالته هاي الفان مالته حماوه ليش؟ لان جاي يعالج كل شيء هو البرنامج جاي يعالج بعقله هذا القوس مكون من 8 قطع فانت اذا حط هذا القوس مكون من 800 قطعه فايش راح يسوي؟ كل قوس 800 قطعه وكل دائره 200 قطعه وكل هاي شنو هاي؟ ايش قد راح يصير عنده؟ راح يصير كلش كبير الملف بالنسبه له حتى بالخزن من تخزنه اذا تشوفه بالبروبرتيز حجمه تلقى كلش كبير فاحنا على متى هاي ضعف الهدف مثلا هاي 8 اسوي 16 32 اقصى شيء اقصى عدد 32 كل زين حسب حاسبتك 16 هم ما بيها مشكله هنا هذا هو حتى هسه مثلا اكو قيم هسه مثلا هذا كتبنا له 32 هذا مال الرندره مال الاوبجكتات هذا يصعد للعشرة يوقف بعد ما تقدر انت اكثر من 10 هذا الثاني عشان السموث مال الاوبجكتات معنى الاشكال اللي انت رسمتها سواء بال 2 دي او بال 3 دي هنا الكاونتر هذا نفس الشيء سوي 10 اوكي وقل له ابلاي اوكي هاي 100% بعد لا ار اي انت ولا ما راح يواجه نفس المشكله اوكي بس انا راح ارجعهم نفس الشيء اقول له اوبي انتر وارجعهم نفس القيم اللي كانوا لاجل انه حتى اذا صار المشكله اعيدها مره ثانيه وهاي 4 اوكي هاي سويتها 32 هاي سويتها 10 وهاي سويتها 10 كافي كل زين واذا شفت حاسبتك قامت تبطئ وما شنو او تعالج هاي قلل القيمه اوكي 8 هاي سويها 32 هاي سويها 10 وهاي سويها 10 واضح العمليه سؤال سويت دوار سويت
سي يس. شنو الفرق عن كنترول سي؟ كنترول سي اها عاشت ايدك على السؤال. شنو فرق كوبي اللي هي كوب سي او او كوبي من الموديفاي عن كنترول زاد سي؟ اذا اشرت هسه الشكل وقلت لك كنترول زاد سي اقدر اخذ منك كوبي اوكي. بس شنو هو السي او؟ شنو هو سي او؟ من نقطه على الشكل الى نقطه ثانيه اوكي، من نقطه على الشكل الى نقطه ثانيه. واضح العمليه؟ مناني من اقول له سي او انتر يقول لي حدد نقطه، بس اذا انا اقول له كوبي ما عم حدد نقطه انا الا انقرب الزر الايسر واروح اقول له كوبي فروم فيست بوينت ما شنو هاي واختارها واجي ادوس النقطه واسحب وبعدين ارجع بالزر الايمن بيست فروم فيست بوينت يلا يثبت. بس وين انا هنا في البصره اشر سي او اثبت نقطه على الشكل واسحب الشكل وانزل النقطه. هي تفيدنا مو كوبي بس مجرد ان انا اخذ من هنا، تفيدنا انه انا اخذ بار هنا مرسم بالمخطط مثل بار اخذ كوبي من ال من ال شو يسموها هاي النرماده، النرماده اخذ من النرماده واخذ الفتحه الثانيه بالبيت وادوس بيست فراح يجي من النرماده للمكان النرماده بالباب الثاني فاخذ نسخه منه. هاي راح نطبق المخططات اوكي. بس انت في كل الاحوال لا تستخدم كنترول زائد سي الا في حالك انه انت جايب صوره او جايب ملف او جايب شغله من خارج البرنامج الا اوكي. استخدم من هاي استخدم كل السي او داخل البرنامج لاجل الكوبي العاديه اللي هي النار مرفوعه اللي اشتغلت اوكي. بس من انت قلت له كنترول سي من خارج البرنامج من اجيب الصوره قلت له اشرتها كنترول سي من جيب البرنامج قلت له كنترول في ماكو بيست ماكو بيست. هذا اشرت للشكل اشرت للشكل اخترت كوبي هاي او قلت له سي او سبيس اوكي اشر النقطه هاي وليكن المركز اوكي واجي حددتها هنا انقلها اوكي سكيب. هسه خلي تكون عندكم واضحه خلي ارسم ماني مستطيل هذا مستطيل اوكي هذا مستطيل اوكي راح اجي اجيب هاي شوفوا راح اشرها كوبي راح اخذها من مركزها اوكي وين اريدها راح ادوس من مركزها وين اجيبها الى هاي النقطه اللي هي ركن المربع اوكي واضحه ثبتت اذا جت 100% بركن المربع اجي اقول له بعده هو مستمر بالنسخ اقول له الى ركن المربع هذا جابها اجي انزل الى ركن المربع هذا جابها اجي انزل الى ركن المربع هذا جابها اقول له سكيب صارت عندي شنو أربعة. بس لو انا قال لي كنترول سي ما اقدر اجيبهم بالاركان 100% ما تجي 100% مستحيل. هسه مثلا انا اريد اخذ كوبي هاي اشرتها شوف استخدمت الزرقاء ليش علمت ما اشر المربع وياي قلت له سي او انتر جيت من المركز مالته هذا اللي هو هذا مركزه وجيت سحبت الى منتصف الخط هذا من هنا لهنا شوف طلع لي هذا المثلث تشوفونه هذا المنتصف دست اجيت مثلا قلت له لهنا هذا المنتصف خلي اطفي الاورثو علم المصري عندنا مشكله نجي هنا نفس الشيء اجيت هنا قلت له طلع لي المثلث نص جيت هنا نص جيت هنا المركز اللي هو مركز التقاطع للمحاور مالت المربع اوكي صار عندي شنو هسه انا قسمت الشكل مالتي الى هذا بالكوبي واضحه عملت الكوبي احنا هسه لا الكوبي ولا الموف ماخذينها اصلا لان انا بس انطبقت بهذا المثال حتى جيناها بس هسه خلينا بعد نشتغل على الكوبي كدرس الكوبي فلخزن هذا